ينضم إلينا مفدنا نايف المشاكبة من الإسكندرية، وأيضا ينضم إلينا من أسيوط كريم مختار. أبدأ معك نايف، وضعنا بصورة هذا اليوم الثاني وكيف تبدو الأجواء؟ بالفعل يعني لجان الانتخاب والاقتراع فتحت ابوابها، هنالك عدد من الناخبين ياتون، هنالك ايضا كثافه كما في اليوم الاول من الاقتراع، ربما الصوره توضح هذه الكثافه. هنا العديد من الناخبين يصطفون على مدخل لجنه الاقتراع من اجل الادلاء باصواتهم، يتم تنظيم عمليه الدخول، عمليه الاقتراع سلسه كما في اليوم الاول، شباب، نساء، كبار في السن، مرضى يأتون يقترعون ثم يذهبون، معظم هؤلاء هم لديهم أعمال ويأتون وهم ذاهبون إلى أعمالهم، يقوموا بالاقتراع ثم يذهبوا ويكملوا يتجهون إلى أعمالهم. هذا اليوم الاقتراع الثاني، تشير التقديرات هنا إلى أنه سيكون كما في اليوم الأول كثيف من ناحية الحضور الانتخابي وعدد الناخبين إلى مراكز الاقتراع. إذا تحدثنا خارج محافظة الإسكندرية، هنالك محافظات أخرى في منطقة الدلتا، في شرق الدلتا، شمال الدلتا، وأيضا غرب الدلتا. كل المعلومات والصور التي تأتينا هنا تقول أن هنالك كثافة في الانتخاب، كثافة في أيضا خارج مراكز المدن الرئيسية في الأرياف، في المناطق والقرى البعيدة عن مراكز المدن. هنا المراقبون عندما سألناهم عن مجريات اليوم الانتخابي الأول قالوا أن اليوم الأول تميز بأمرين، الأمر الأول هو الكثافة الانتخابية، والأمر الثاني هو السلاسة الانتخابية التي اتخذت من قبل الهيئات المختصة والقائمة على عملية الانتخاب. هنا تحدثنا مع المراقبون الذين يتابعون عملية الانتخاب، قالوا أنهم لم يلاحظوا ولم يسجلوا أي خروقات في عملية الاقتراع. كان هنالك ملاحظة واحدة فقط عند المتابعين وعند الجهات المختصة، وهي الكثافة العددية للناخبين عند صناديق ومراكز الاقتراع. ما زلنا في بداية اليوم الثاني من الاقتراع، اليوم الأول لا نستطيع القول عن نسب أو أعداد للناخبين، لأن هذا الأمر هو من قبل الجهات أو الجهات المختصة هي التي ستدلي بهذه النسب والأعداد. لكن هنا المراقبون يتوقعون أن اليوم الثاني أيضا سيشهد كثافة انتخابية كما كان في اليوم الأول. أنتقل أيضا إلى أسيوط ونطلع منك أيضا كريم على الأجواء لديك وما المتوقع أيضا اليوم. نعم كارولينا، كما كان اليوم الأول تماما كثافة كبيرة في الساعات الأولى بعد فتح الصناديق مباشرة، خاصة النساء وكبار السن، ثم بعد الظهر يتوقع كثافة من الشباب والرجال بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. نحن في أسيوط نتكلم عن كتلة تصويتية تصل إلى 3 ملايين شخص وسط الصعيد، الصعيد بالكامل الكتلة التصويتية 17 مليون، أي نحو ربع المصوتين أو المقيدين في الانتخابات، وهم 65 مليون شخص يمكنهم التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية المصرية. 5 عناصر رئيسية متواجدة لتسيير العملية الانتخابية بشكل سلس وسهل. أولا قوات الأمن التي تواجدت بكثافة أمام اللجنة، وأيضا تساعد كبار السن وتؤمن اللجان وتؤمن القضاة داخل اللجان. ثانيا القضاة الذين يشرفون على هذه العملية التي تجري بإشراف قضائي كامل، ففي كل لجنة قادم يعني يتأكد من الرقم القومي للناخب ويسهل هذه العملية الانتخابية. وثالثا أيضا هناك منظمات المجتمع المدني التي تراقب هذه الانتخابات والمتطوعين الذين يساعدون الناخبين، وأيضا الناخب الذي يعني يأتي بدوره ويضلي بصوته. ويتوقع اليوم أن تكون الأعداد كما كانت الأمس جيدة جدا، يعني بالعين المجردة لا توجد أرقام رسمية. وأخيرا المحافظة التي أيضا يعني جهزت بعض مكبرات الصوت وتدعو المواطنين إلى الاشتراك في هذه الانتخابات والتصويت لمن يريده من المرشحين الأربعة في هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لكما من أسيوط كريم مختار، وأيضا كان معنا مفدنا نايف المشاكبة من الإسكندرية.